اهلا بيكم. النهارده بنكمل هندسه الوحده الثالثه وبناخد الدرس الثاني. في الدرس الاولاني عرفنا ان في انواع من الخطوط المنحنيه المفتوحه وانواع تانية من الخطوط المنحنيه المغلقه. الدرس الثاني مكملين خطوط، لكن المره دي الخطوط بتاعتنا مظبوطه، الخطوط بتاعتنا ماشيه في مسارات مستقيمه. الدرس بتاعنا النهارده اسمه القطعه المستقيمه والشعاع والمستقيم. التلات حاجات دول عبارة عن خطوط مستقيمة، بس في فرق ما بينهم. القطعة المستقيمة لها بداية ولها نهاية، وبالتالي بقدر أجيب لها طول. الشعاع ليه بداية صحيح لكن ملوش نهاية، وبالتالي ما بقدرش أقيس ليه طول. المستقيم ملوش بداية وملوش نهاية، وطبعا برضو مش هقدر أقيس له طول. تعالوا نشوف تمارينا النهاردة عن التلات حاجات دول ونرجع لكم تاني. زي ما قلنا درسنا النهاردة بيتكلم عن القطعة المستقيمة والشعاع والمستقيم. طيب تعالوا نشوف في الرياضيات ازاي بنرمز للتلات حاجات دول. كل واحدة فيهم هتاخد رمز. اولا رمز القطعة المستقيمة زي ما انتوا شايفين بيبقى خط، عارفين نحدد بدايته انها هنا وعارفين نحدد نهايته، دي اسمها القطعة المستقيمة. أما بالنسبة للشعاع فالرمز بتاعه في الرياضيات بيبقى عبارة عن نفس الخط، لكن حطت لي في جهة من الجهات سه، سواء الجهة دي ممكن يحط هنا السه أو يحط هنا السه. السهم ده اسمه رمز الامتداد، يعني معناه إن الشعاع اللي قدامنا ده بدأ من هنا، بدأ ترسمه من هنا، ورمز الامتداد ده معناه انه مش هيقف، انه مكمل حتى بعد ما السبورة بتاعتنا دي تخلص هو مكمل. يبقى الرمز الامتداد اللي هو السهم ده معناه ان الشعاع ده مش هيقف من الجهة دي خالص. كمان المستقيم ليه رمز معانا، نفس برضو القطعة المستقيمة ولكنها ممتدة من الجهتين، يعني في هنا رمز الامتداد وهنا رمز الامتداد اللي هما السهمين اللي قدامنا دول، ده معناه ان المستقيم ممتد من الجهة دي وكمان ممتد من الجهة دي. طيب تعالوا نشوف مع بعض ازاي مثلا حاجة زي القطعة المستقيمة ليها عندنا أمثلة في الحياة بنتعامل معها. إمتى بقول كلمة القطعة؟ يعني إمتى بقول أنا أصلاً كلمة القطعة؟ مثلاً لو عندي قطعة خبز بقول على دي إيه؟ قطعة خبز. ليه بقى؟ ليه ليه ليه؟ ليه اسمها قطعة؟ لأن قطع الخبز دي زي ما احنا كلنا عارفين ليها بداية وليها نهاية، يعني سعادتك هتبدأ تاكلها من هنا هتخلص معاك، يعني مش مستمرة، فدي قطعة خبز، قطعة من الخبز. كمان عندنا مثلا قطعة قماش، مش بتقول عليها قطعة قماش؟ ليه؟ ليه ليه قطعة قماش؟ لأن ليها بداية وليها نهاية، ليها طول محدد. عندنا مثلا كمان بنقول كلمة قطعة في قطعة الجاتو أو قطعة الكيك اللي قدامنا دي، اللي طبيعي برضو ليها بداية وليها نهاية، هتبدأ تاكلها وهتخلص معاك، دي قطعة جاتو. كمان مثلا بنسمع كلمة قطعة في القطعة الأثرية، القطعة الأثرية ليها طول محدد، ليها عرض محدد، ليها بداية وليها نهاية. يبقى أول حاجة عايزين نأكد عليها كلمة أو مفهوم القطعة. القطعة يعني إيه؟ يعني شيء ليه بداية وليه نهاية، بيخلص جزء من حاجة ماهوش ممتد. تمام، تعالوا نشوف مثلا بنستخدم كلمة الشعاع في إيه؟ أو بنسمعها في الحياة في إيه؟ زي مثلا أكتر حاجة بنسمع فيها كلمة شعاع، أو أغلب الحاجات اللي بنسمع فيها كلمة شعاع، هي الحاجات المرتبطة بالإضاءة، مصادر الضوء عندنا. طبعا بنعرف وبنسمع وبنقول كلمة شعاع الشمس. شعاع الشمس هو الخط الإضاءة اللي طلع من الشمس ده، وبيبدأ يستمر 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 وبيوصل لنا الأرض، ويدخل عندك الأوضة، المدرسة، البيت،
الغيط، كل مكان هيدخل فيه شعاع الشمس وهيفضل مستمر وينور كل حاجة من حواليه زي ما احنا شايفين كده. طبعا الشمس بعيدة جدا عن الأرض، ومع ذلك الشعاع ده بدأ منين؟ بدأ من عند الشمس، بدأ من هنا وفضل مستمر لغاية ما وصل لنا وما بيوقفش. طبعا كمان بنسمع كلمة شعاع ليزر. شعاع ليزر، وزي ما احنا عارفين الليزر نوع من انواع الاضاءة، برضو ان انا بجمع اضاءات كتير كده وبجمعها في نقطة واحدة بحيث ان هي تبقى قوية وتبقى مستمرة لوقت طويل جدا. شعاع الليزر. بسمع كلمة شعاع كمان، ما هي برضو الشمعة دي من مصادر الاضاءة وليها شعاع. يعني انت لو في مكان مظلم جدا النور قاطع فيه وجبنا شمعة ونورناها، الشعاع بتاع الشمعة ده هيعرفك ان في هنا اضاءة، حتى لو انت الشمعة بعيدة جدا بس انت شايف اضاءتها، لان اضاءتها عبارة عن شعاع نور طلع منها ومستمر، يعني من بعيد الناس شايفاه. برضو النار، النار كانت بتستخدم قديما اصلا في الاضاءة. ليه؟ لان في وسط الصحراء والاماكن الضلمة جدا دي كان بنولع مثلا شوية حطب كده بيطلعوا نار، بيطلع منها شعاع. ايه وظيفة الشعاع هنا؟ انه يفضل مستمر، وان لو حد بعيد جدا هو شايف شعاع النار او اضاءة النار اللي قدامه. وكذلك طبعا زي ما احنا عارفين كلنا في بيوتنا شعاع اللي طالع من اللمبة. طيب تعالوا بقى نشوف بنستخدم او بنسمع عن المستقيم فين، او ازاي اقدر امشي في خطوط مستقيمة ممتدة من الجهتين. زي ما احنا قلنا المستقيم عامل كده، ده الرمز بتاع المستقيم، ممتد من الجهة اليمنى ممتد من الجهة اليسرى، يعني ما بيقفش لا من هنا ولا من هنا. ايه الحاجات اللي في الحياة بنشوفها كده؟ السماء. لو احنا قررنا، انا مثلا انا وزميلي واقفين هنا كده في النقطه دي تحت السماء، وقررت انا امشي كده على طول وهو يمشي كده على طول ونفضل متابعين السماء، هل السماء دي هتخلص معانا؟ لا، لانها ممتده من الجهتين، ماشيه في شكل خط مستقيم، ملهاش بدايه ولا ليها نهايه، هتفضل مستمره معانا من الناحيتين. تمام، يبقى السماء من الحاجات اللي اقدر اطلع فيها خطوط مستقيمه لانها ممتده في الجهتين ما بتخلص. كمان الارض، لو احنا عايزين نتابع مشي على الارض، ما حدش هيقول لنا لا، عايزين نمشي جهه يمين نمشي جهه شمال اي مكان، الخط ده هيفضل ماشي معانا. الارض مش هتقول لنا لا، مش هتيجي مثلا هنا تقول لنا انا خلصت، لا احنا ممتدين عادي جدا سواء من الطرف ده او الطرف ده. كمان الفضاء الخارجي، الفضاء الخارجي واسع جدا ملوش نهايه ملوش بدايه، بمشي فيه براحتي جدا 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 وبنكتشف فيه حاجات كتير جدا جدا. كل ما العلماء بيطلعوا يمشوا في الفضاء في خطوط مستقيمه من الجهتين ما بتقفش. نشوف بقى ازاي نقدر نرسم القطعه المستقيمه والشعاع والمستقيم. طيب اول مثال معانا، كاتب لي ارسم قطعه مستقيمه تصل بين النقطتين الف وباء. اول حاجه عايزين نقولها ان القطعه المستقيمه ليها بدايه وليها نهايه زي ما شفناها في الاول، ده الرمز بتاعها. عشان كده هو قال لي تصل بين النقطتين الف وباء، وما تقدرش تخرج بره النقطتين الف وباء. تعالوا نجيب مسطرتنا ونبدأ نرسم رسمتنا. جبنا المسطرة بتاعتنا، هنصغرها كده على قد النقطتين بتوعنا وناخدها معانا، وهبدأ أظبطها من النقطة ألف للنقطة ب. كده أنا على الألف والب بالظبط. هبدأ أجيب القلم بتاعي وأبدأ من الألف، مش هطلع براها خالص من هنا، وامشي على مسطرتي مظبوط لغايه البه. كده انا رسمت القطعه المستقيمه، نبص عليها مع بعض. هبدا اجيب المسطره بتاعتي ابعدها كده عشان نشوف القطعه المستقيمه بتاعتنا. طبعا زي ما احنا شايفين القطعه المستقيمه ا ب اللي بدات من النقطه ا
وانتهت بالظبط عند النقطة ب. هنجيب مسطرتنا تاني زي ما احنا شايفين كده، ونبدأ نظبطها على النقطتين التانيين اللي عندي. بس قبل ما ارسم هبص هو عايز مني ايه. ارسم شعاع، تمام، ده اللي عنده رمز الامتداد من جهة واحدة اللي هو السهم. يبدأ بالنقطة ب، يعني عايز نبدأ من عند النقطة ب اللي هي النقطة اللي تحت المسطرة دي. لو جينا نبص عليها كده اهي النقطة دي، عايز نبدأ من النقطة ب، تمام. وايه كمان؟ وعايزني امر بالنقطة الف. امر بالنقطة الف، طبعا كلمة يمر بالنقطة الف يعني مش هيقف عند الالف، لان احنا زي ما اتفقنا مش هينفع نقف في الشعاع، الشعاع لازم يكون ممتد من احد جهتين. هبدأ اظبط المسطرة بتاعتي على النقطة الف وب بحيث ان انا ابقى شايفهم كده، وزي ما قلنا هبدأ من ب وهمر في الالف مش هقف. طيب نجيب قلمنا كده وهبدأ أمر بالألف مش هقف فيها خالص. هاخد مسطرتي وانزل على الرسمة اللي بعدها. الرسمة اللي بعدها برضو طالب شعاع. طيب ايه الاختلاف بقى المرة دي؟ تعال نشوف كده الاختلاف قبل ما نظبط المسطرة. المرة دي طالب الشعاع رأسه زي بدايته بالظبط، زي ما قلت هنا يبدأ بيه النقطة ب، هنا رأسه هي بدايته، يبقى الرأس دي مقصود بيها بداية. طيب بدايته ايه بقى المرة دي؟ بدايته النقطة ألف ويمر بالنقطة ب. هبدأ أظبط مسطرتي على الألف والب. أنا هبدأ من الألف، والمرة دي هيبقى السهم جهة الب، جهة ايه؟ الب. وهبدأ أجيب القلم بتاعي وأبدأ من النقطة ألف وأمشي على مسطرتي وأعدي النقطة ب. تعالوا نشوف الرسمة اللي بعدها طالب مني إيه. الرسمة اللي بعدها طالب مني ارسم مستقيم يمر بالنقطتين ألف وب. معنى يمر بالنقطتين إن هو المرة دي مش هيقف عند حد، مش هيقف عند حاجة، هيمر بالنقطة ألف ويمر بالنقطة ب، لكن هيبقى في اتجاه امتداد من الناحية دي وامتداد من الناحية دي، يعني هنحط السهمين في كلا الجهتين لأن المستقيم زي ما احنا عارفين رمزه الرياضي عامل كده. طيب تعالوا نظبط المسطرة بتاعتنا زي ما احنا شايفين كده، ونجيب القلم بتاعنا ونشوف هنرسم المستقيم ألف ب ازاي. أنا بادئ من بعيد من قبل الألف وهنزل مش هقف عند الب، هكمل هشيل مسطرتي، يبقى ده شكل الخط المستقيم بتاعي. طيب يبقى احنا زي ما احنا شايفين رسمت القطعة المستقيمة اللي معروف لها بداية ومعروف لها نهاية، ما حطيتش اي اسهم او اي رموز امتداد لان ده القطعة المستقيمة معروف ان هي ليها بداية وليها نهاية. لما جيت هنا حدد لي بداية الشعاع، بدأت من عندها وبدأت اتجه ناحية الالف بس ما وقفتش عنده زي ما انتم شايفين. لما هنا قال لي رأسه، عرفنا ان كلمة رأسه هي كمان كلمة بدايته، بدأت من عند الالف زي ما قال لي وامتديت من ناحية الب ما وقفتش عندها. اما المستقيم فانا عملت رسمتي خط عادي جدا يمر بين نقطتين ألف وب، لكن ما وقفش من جهة الألف ولا من جهة الب، ورسمت رموز لامتداد السهمين من الجهتين. تعالوا بقى نشوف أسئلة على الخطوط اللي خدناها النهاردة، الخطوط المظبوطة معانا، القطعة المستقيمة والمستقيم والشعاع. سؤال بيقول لي ضع علامة صح أمام ما هو صحيح وعلامة خطأ أمام ما هو غير صحيح. أول حاجة بيديني الأسماء اللي عندي، القطعة المستقيمة، المستقيم، والشعاع. بعد كده بيديني الصفات اللي عايزنا نتكلم عنها. أول حاجة الشكل بتاعها. طيب بيقول لي القطعة المستقيمة اختار هي دي ولا دي ولا دي، فأقول له طبعا القطعة المستقيمة ده مش الرمز بتاعها، لأن القطعة المستقيمة لها بداية ولها نهاية ملهاش امتدادات، فطبعا دي مش القطعة المستقيمة.
اما هنا فمفيش رموز للامتداد، فانا عندي ليها بدايه وليها نهايه معروفين، يبقى هي دي القطعه المستقيمه. وزي ما احنا عارفين مش عايز رموز امتداد في القطعه المستقيمه، يبقى دي مش قطعه مستقيمه. اما المستقيم فهو ممتد من الجهتين، فمش هينفع اختار مستقيم في رمز امتداد واحد، يعني سهم من جهه واحده، فده مش المستقيم اللي احنا عايزينه، ولا كمان ليه بدايه وليه نهايه، لان احنا عارفين ان المستقيم ملوش بدايه وملوش نهايه، فبرضه مش ده اللي احنا عايزينه. اما الرسمه دي فهي رسمه المستقيم لانها ممتده من الجهتين زي ما انتم شايفين السهمين. الشعاع زي ما احنا عارفين ليه بدايه وملوش نهايه، فبحط له رمز امتداد واحد اللي هو سهم من جهه واحده، فطبعا زي ما انتم شايفين ده الشعاع بتاعنا، اما الاثنين التانيين فما لهمش علاقه بالشعاع. نيجي بقى نشوف هل الرسومات اللي عندي دي ليها بدايه، هل الخطوط اللي موجوده عندي دي ليها بدايه؟ طبعا مش الكل ليه بدايه. القطعه المستقيمه زي ما قلنا لها بدايه طبعا، حتى من اسمها زي ما شرحنا في الاول قطعه، يعني معروف بدايتها ومعروف نهايتها هتخلص. طيب يبقى القطعه المستقيمه لها بدايه، ومن الشكل بتاعها اللي احنا اخترناه ده اهو احنا شايفين ان مفيش اي رموز امتداد. طيب المستقيم احنا لسه قايلين ان هو ما بيوقفش من انهي جهه، واللي لسه راسمينه وبنحط له رمز امتداد من الجهتين، سهم من اليمين وسهم من الشمال او من فوق وتحت حسب اتجاه المستقيم، يبقى طبعا زي ما احنا كلنا عارفين ملوش بدايه. الشعاع ليه بدايه زي شعاع الشمس وملوش نهايه، يبقى طبعا ليه بدايه. نيجي بقى نتكلم عن نهايات القطعه المستقيم، زي ما هي ليها بدايه زي ما هي ليها نهايه. اما المستقيم نفكركم تاني ممتد من الجهتين، مش هيقف من اي جهه، ما دام مش هيقف يبقى ملوش نهايه. زي شعاع الشمس ما بنقول على طول اللي بيدخل عندك البيت ويطلع من البيت على الشارع ومن الشارع على البيت، ده ملوش برضو نهايه. له طول محدد، ما دام عندك بدايه وعندك نهايه يبقى طبيعي القطعه المستقيمه هيكون لها طول محدد يمكن قياسه، يبقى القطعه المستقيمه لها بدايه ونهايه وطول محدد. اما المستقيم الممتد من الجهتين ده اللي عمرك ما هتجيب له نهايه، فعمرك ما هتجيب له قياس، وكذلك الشعاع. السؤال معايا دلوقتي بيقول اكتب عدد القطع المستقيمه الموجوده في كل شكل من الاشكال الاتيه. تعالوا نعد القطع المستقيمه بتاعتنا. لما تيجي تعمل حاجه لازم تفتكر المفهوم بتاع الشيء اللي بيكلمك عنه. القطع المستقيمه ليها بدايه وليها نهايه، فلو افترضت ان دي بدايتي ومشيت على مسطرتي لغايه هنا، فانا هقف لغايه هنا وابدا اغير اتجاه المسطره. انا مضطر دلوقتي ان انا اوقف المسطره بتاعتي كده اهو عشان ابدا ارسم الخط ده، يبقى دي قطعه ودي قطعه ثانيه، وطبيعي دي قطعه ثالثه، وعايز اقفل الشكل بالقطعه الرابعه، يبقى دي بدايه ونهايه، بدايه ونهايه، بدايه ونهايه، يبقى 1 2 3 4، عندي 4 قطع مستقيمه. لو افترضت ان دي البدايه يبقى انا هفضل ماشي بيها لغايه هنا، وهضطر ابدا اظبط مسطرتي على اتجاه تاني اللي هو ده عشان ارسم القطعه المستقيمه دي، يبقى دي القطعه رقم 1، القطعه رقم 2، طبعا دي القطعه رقم 3، يبقى 3 قطع مستقيمه. هنفترض ان دي بدايتنا، ادي قطعه، الثانيه، الثالثه، الرابعه، 5 6 7 8 9 10، عندي في شكل النجمة ده 10 قطع مستقيمة. ننزل تحت ونشوف معانا هنعد دول ازاي. لو ابتديت من هنا ادي قطعة 1 2، هغير اتجاهي يبقى 3، وقفت لان انا مضطر انزل كده ادي 4، هطلع تاني 5،
مشيت كده 6، هقفل الشكل 7 قطع مستقيم. نيجي هنا هنبدأ من هنا لغاية هنا، ده اتجاهي ادي كده 1، هعكس اتجاه وانزل 2، هرجع تاني 3، هقفل الشكل 4 قطع مستقيمة. 1 2 3 4 5 6 6 قطع مستقيمة. نشوف سؤال كمان بيقول لي صل بين كل نقطتين فيما يلي باستخدام المسطرة والقلم والرصاص زي ما كنا بنعمل من شوية. طيب عندي 3 نقط، النقطة سين، النقطة صاد، النقطة عين، هبدأ أوصل ما بينهم. هنجيب المسطرة بتاعتنا وأجيب القلم بتاعي وأبدأ أرسم خط قطعة مستقيمة ما بين السين والصاد. هشيل مسطرتي وأبدأ أظبطها ما بين السين والعين بالمنظر ده. هجيب القلم بتاعي وأبدأ أرسم الخط بتاعي القطعة المستقيمة ما بين السين والعين، وبعدين هشيل المسطرة بتاعتي وأبدأ أظبطها ما بين آخر نقطتين ما توصلوش ببعض عندي اللي هما الصاد والعين. نبدأ بقى نشوف الأسئلة اللي قدامي عن الشكل اللي خرج لي ده. أول حاجة بيسألني عن عدد القطع المستقيمة في الشكل النادي. طبعا أنا رسمها، أنا رسمت كم قطعة مستقيمة؟ أنا ظبطت نفسي بين السين والعين، رسمت أدي قطعة وهنا قطعة ما بين الصاد والعين وهنا القطعة التالتة، يبقى أنا معايا 3 قطع مستقيمة. اسم الشكل الناتج طبعا كلنا عارفينه من زمان جدا بناخده، اسمه مثلث. زي ما احنا شايفين بيقول لنا اكمل الجدول التالي، مديني شكلين والاتنين زي ما احنا عارفين ما دام في رمز الامتداد من جهة واحدة يبقى ده شعاع. طيب رمز الامتداد ده اللي هو راس السهم الصغيرة اللي هو حطانا دي، بيسألني في الشكل الاولاني عن 3 حاجات، بداية الشكل، نقطتين عليه، ونقطتان خارجه. بداية الشعاع اللي هو الشكل اللي قدامي اللي هو شكل 1، تعالوا نشوف بدايته منين. طبعا احنا لسه قايلين ان ده رمز امتداد، يعني ده مكمل من هنا كده وهيسيب السبورة بتاعتنا ويخرج ويتكل على الله للاخر، تمام؟ يعني مش واقف لنا خالص ده، فطبعا ده مش هينفع يبقى بداية معانا. يبقى البداية اللي هو الناحية التانية اللي عند النقطة عين اللي واقفة وثابتة دي. طيب نقطتان عليه يعني موجودين على الشعاع، يعني يكون الشعاع هو ماشي من عند اول عين كده طبعا هو مش هينتهي للمكان بقى اللي هو رايحه او الامتداد اللي هو رايحه، عايزين نقطتين عدى فيهم. طبعا النقطة عين تعتبر بدايته، فانا عايز نقطتين عدى فيهم او عليه. بجيب انا ممكن طبعا اجيب النقطة عين، ولكن في نقطتين تانيين اهم بدل ما احنا قلنا العين في البداية خلاص، اللي هي صاد وسين، نقطتان خارجه يعني ما عداش عليهم، الامتداد بتاعه مش هيشملهم خالص، اللي هي النقطة هي اللي بره دي، وزي ما احنا شايفين النقطة واو ما عداش عليهم خالص، يبقى هي واو طبعا ولا عد عليهم ولا هيعد عليهم، لان خلي بالكم ممكن مثلا يحط لي نقطة هنا زي ما شفنا قبل كده مثلا اسمها ألف، لا دي هيعدي عليها حتى لو هو السهم بتاعه من هنا، ده السهم ده معناه ان انا لسه مكمل، يبقى هيعدي عليها، يبقى النقطة ألف دي معانا على الشعاع، انما خارجه زي ما قلت لكم هي هو واو، لان عمره ما عدى بيهم ولا هيعدي بيهم. نيجي للشعاع الثاني وبيسألني برضو على بدايته، قلنا ان الامتداد بتاعه من الجهة دي مكمل من الجهة دي، يبقى الجهة التانية فيها نقطة بدايته، مش هنقول مثلا به لان هو ما ابتداش من به، ده بادئ قبل به، يبقى مين نقطة بدايته؟ ألف. اما نقطتين على الشعاع يبقى ب زي ما انتم شايفين، وجيم زي ما شرحنا المره اللي فاتت عدى فيهم. طيب نقطتان خارجه يعني ما عداش فيهم ولا هيعدي فيهم طول ما هو ماشي كده، طبعا شايفين نقطه نون فوقه والنقطه دال فوقه تحته، يبقى نون
ودال عمره ما هيعدي فيهم. نشوف سؤال كمان. السؤال بيقول لي ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة. طيب، المستقيم الذي يمر بالنقطتين ج ود يمر أيضا بالنقطة ب. أول حاجة وأنا بقرأ كل كلمة أقف عندها، المستقيم يعني هيكون عامل كده، ملوش بداية وملوش نهاية. الذي يمر بالنقطتين ج ود، ج ود عدى عليهم مستقيم، تمام حصل. يمر ايضا من نقطة ب، ما طبيعي ما دام مش هيقف من عند د ولا هيقف من عند ج، يبقى لانه طبعا مستقيم يبقى هيمر بالنقطة ب زي ما احنا شايفين. واستخدم قلمك الرصاص على خفيف كده وانت بتشوف، لان لازم تشوفه على الرسم عشان ما تغلطش، يبقى صح. هرجع اشيل كده عشان اشوف السؤال التاني واعرف اشوفه على الرسم كويس. الشعاع، الشعاع هنقف عندها ونقول اه يبقى عامل كده. الذي بدايته دال، هروح عند دال وابدا اقول والله الشعاع بقى اللي هيبدا من عند دال ده، يا اما ياخد بعضه ويمشي كده يمتد الناحيه دي، يا اما هيطلع من عند دال ويمتد الناحيه دي. هو بقى هيحدد لي ويمر من نقطه ج، اه يبقى اختار المسار ده، هيمشي كده، هيمشي امتداده هيبقى الجهه دي. يمر ايضا بالنقطه ب طبيعي، وهو ماشي وامتداده الجهه دي، انه هيمر بالنقطه ب، يبقى صح. هشيل تاني عشان اوريكم السؤال اللي بعد كده. بيقول لي القطعه المستقيمه، اه اللي ليها بدايه وليها نهايه، لازم افكر. المره بالنقطتين ب ود، ب ود. طبعا المره بالنقطتين ممكن تكون هي بدات من قبلهم شويه، لكن عايزين نقول ان هو بيعتبر ان ب ود بدايتها ونهايتها، وان كان المفروض يقول ان البدايه ب والنهايه د، لان احنا عارفين ان القطعه المستقيمه بدايتها لازم تكون نقطه معروفه ونهايتها كمان معروفه. تمر ايضا من نقطه ج، طبعا هنا عادي جدا، لان حتى لو هي بادئه من قبل ب شويه او من بعد د شويه او بدايتها ب ونهايتها د، فهي لازم هتمر بالنقطه ج لانها في النص، يبقى العباره دي كمان صحيحه. المستقيم المار بالنقطتين، مستقيم يعني ليس له بداية وليس له نهاية. المار بالنقطتين ب ود يمر أيضا بالنقطة ألف. مستقيم مار بالنقطتين ب ود يعني هيمر، هيعدي على ب ود ومش هيقف من هنا ولا هيقف من هنا، وعايزين نعرف النقطة ألف هيعمل معاها إيه. طيب تعالوا نبص كده وهو معدي، طبعا هيعدي في النقطة ألف لأنها على نفس خط امتداده، يبقى صح. حتى لو انت شايف ان النقطة خارج، فهي خارج الشكل اللي انت شايفه مش خارج امتداده، وهو ممتد، يبقى النقطة ألف معانا. نشوف آخر سؤال. الشعاع الذي بدايته النقطة ج ويمر بالنقطة د يمر أيضا بالنقطة ب. لما تقرا السؤال على بعضه كده برضه هنفكرك، ما ينفعش اقرا على بعضه وارجع جزاؤه تاني. الشعاع يعني له بداية وليس له نهاية. بدايته ج، فهروح عند النقطة ج اللي هي دي. طيب شعاع يا اما هيطلع من ج وهيعدي في ب ويروح اتجاه الف كده، يا اما هيطلع من ج وياخد اتجاه د. هو قال ايه بقى؟ ويمر بالنقطة د، يعني اختار المسار ده، هيمتد من هنا. يمر ايضا من نقطة ب، لا طبعا هو بدايته ج وهيعدي في د، يبقى مش هيرجع خالص عند الب، يبقى العبارة دي عبارة خطأ. السؤال ده مهم جدا وبيفهمني حاجات كتير جدا وان كان سهل جدا. اول حاجة هيفهمني ان المستقيم ده هو ابو الاشكال اللي احنا خدناها كلها، او الخطوط اللي احنا خدناها كلها، سواء القطعة المستقيمة او الشعاع، لان من المستقيم اقدر اطلع عدة قطع مستقيمة وعدة اشعة، وطبعا هو ذات نفسه بيبقى مستقيم. طيب دي اول حاجه هيعرفها لي.
ثانيا هيأكد لي على ان الخطوط اللي انا بكتبها، يعني لما اكتب مستقيم واعمل الرمز ده، دي مجرد رموز لاشياء موجوده في الحياه. طبعا زي ما قلنا في الاول ان انا بتعامل مع قطع كتير، زي قطعه الخبز مثلا اللي ليها بدايه وليها نهايه، والاشعه زي شعاع الشمس، وكمان المستقيمات زي ان انا عندي حاجات ملهاش بدايه وملهاش نهايه زي السماء الارض الفضاء الخارجي. طيب ازاي بقى؟ يعني مثلا قدامي مستقيم اهو، والمستقيم عليه نقطتين ألف وب، فلما يبقى عندي مستقيم عليه نقطتين فأنا أقدر أقوله بالنقطتين ده، يعني أسميه بالنقطتين دول كتمييز لي، زي ما أنت ليك اسم كده بيميزك. يعني المستقيم ده أقول المستقيم ده اسمه ألف ب، أو أقول ألف ب ده مستقيم وأقوم عاملة الرمز فوقيه. فهو هنا بالفعل طالب مني، بيقول لي طلع لي مستقيم. اقول له طب ما هو الشكل كله مستقيم. ارمز لي ليه، اديني اقوله ازاي. اقوله كده ان انا عندي الف ب كاسم بميزه بيه مستقيم. الف ب ايه؟ مستقيم. يبقى لما يطلب مني مستقيم وميزته باسم بحط فوقه علامة المستقيم. طلب مني شعاعين من الشكل، طبعا زي ما احنا عارفين ان المستقيم ممكن اقسمه شعاعين، شعاع ماشي ناحية اليمين، يعني انا لو خبيت خالص المنظر ده كده وبصيت على الناحية دي من اول هنا كده، قصيت الجزء ده، ده شعاع. الناحية التانية برضو ده شعاع تاني، فهو عايز اطلع له من هنا شعاعين. اطلعهم ازاي؟ هقول له والله فيه ممكن لو بدأنا، انت عارف ان شعاع ليه بداية وليس له نهاية، يبقى عنده بداية بس عنده بداية لكن النهاية مش موجودة، مش محددة لأنه ممتد. فأنا عايز بداية، فلو قلت مثلا بدايته ب وعايز نقطة تانية أعرفه فيها بيها أقول إن هو امتد ناحية ألف، يبقى الشعاع ب ألف وامتد من ناحية ألف، بدأ من ناحية ب وامتد من ناحية ألف. ده مجرد رمز بحطه له أعرفه إن أنا بكتب شعاع. في كمان شعاع ابتدى من ألف وامتد في اتجاه ب، مشى كده، يبقى عندي شعاع كمان طلع من النقطة ألف وامتد في اتجاه الب. قطعة مستقيمة هي نفسها القطعة مستقيمة، ألف ب كاسم بيميزها وأحط فوقها رمز القطعة المستقيمة كده. يبقى أنا حتى لو شلت كلمة قطعة مستقيمة وبصيت على ألف ب وفيها رمز قطعة مستقيمة هعرف إن هو بيتكلم عن قطعة مستقيمة، أو هعرف إن الكلمة اللي كانت مكتوبة هنا طالب قطعة مستقيمة. يبقى الرموز اللي إحنا بنحطها على الحروف دي سواء المستقيم أو الشعاع أو القطعة المستقيمة دي عشان تميز أنا بتكلم عن إيه. لكن كلهم خرجناهم من إيه؟ خرجناهم من المستقيم اللي قدامنا ده، هو ده اللي إحنا خرجنا منه سواء القطعة المستقيمة أو الشعاع أو الشعاع التاني أو المستقيم كله. ملخص درسنا النهاردة بيتكلم عن ثلاث حاجات: القطعة المستقيمة وحط الرمز زي ما كنا بنتكلم، لها بداية ولها نهاية وبالتالي لها طول محدد، طول ما أنت عارف أولها وعارف آخرها هتعرف تقيس الطول ده. الشعاع له بداية وليس له نهاية زي ما احنا كمان شايفين في الرمز اللي هو رمزه بيه، في بداية بس حط له رمز امتداد اللي هو السهم الصغير ده، وبالتالي ليس له طول محدد لان ملوش نهاية، فانت هتقعد تجري وراه لغاية فين، مفيش نهاية تحددها عشان تقدر تحدد له طول. انا المستقيم اللي عنده رمزين امتداد سهمين من الجهتين، فده معناه انه ليس له بداية وليس له النهاية وبالتالي ليس له طول محدد. اخر جزئيه كنا بنتكلم فيها ان القطعه المستقيمه اللي هي اصغرهم جزء من الشعاع، اي شعاع مثلا لو افترضت ان الشعاع اسمه سين صاد ومتجه من سين ناحيه الصاد، بدايته سين ونهايته مش محدده فهو متجه ناحيه الصاد، ممكن نطلع منه قطعه مستقيمه اللي هي القطعه المستقيمه سين صاد قطعه مستقيمه، يبقى هي جزء من الشعاع، وكل منهما جزء من المستقيم سواء الشعاع أو القطعة المستقيمة زي ما شفنا في آخر تمرين. بكده بنكون خلصنا حلقة النهاردة عن القطعة المستقيمة والشعاع والمستقيم. عايزينكم تراجعوها
ونشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله.